في الرائد أعلن اليوم عن موافقة نادي الرائد على إعارة المهاجم موسى الشمري إلى نادي الفيصلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة حتى نهاية الموسم. على الهاتف أرحب بالكابتن موسى شمري اللاعب المنتقل بالإعارة إلى الفيصلي. صباح الخير كابتن. أهلا وسهلا أخي. أخرناك على النوم. لا لا بالعكس. أهلا وسهلا فيك، ألف مبروك الانتقال. هل كانت رغبتك أم رغبة النادي؟ الله يبارك فيك. طبعا في البداية أحب أمسي عليك أخي عادل، حياك الله، على ضيوفك الكرام مدرب القدير عبد الرحمن حمدان والكاتب الكبير عثمان مال والساده المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا فيك كابتن. اهلا، الحمد لله. طبعا يعني صراحه هذه رغبتي انا، وفي البدايه طبعا احب اشكر رئيس النادي الاستاذ فهد المطوع لما قصر بإتاحه الفرصه للانتقال نادي الفيصلي على سبيل الاعاره، ولا انسى ايضا مدير الكره الاستاذ احمد غانم ومدرب القدير عمار سويه. نعم. لان هذا كان طلب مني والحمد لله ما قصروا. رغبتك كانت كابتن عشان تشارك اساسي ولا في اشياء ثانيه؟ طبعا لا، السبب الحقيقي اني اتواجد اساسي. تبغى تشارك؟ اكيد اكيد. طيب. يعني ان شاء الله اني اكون موفق مع نادي الفيصلي. طيب متى ينتهي عقدك اصلا مع الرائد؟ طبعا انا داخل فتره 6 شهور الان. اخر 6 شهور هذه لي، طلبت من رئيس النادي فهد المطوع اتاحت لي فرصه. والحمد لله ما قصر معي ليتواجد ان شاء الله بشكل اساسي داخل الملعب. وهذا طبعا جاء عرض من نادي الفيصلي لوكيل اعمالي عبد الرحمن خنين. وما قصر طبعا، احب اشيد فيه الوكيل عبد الرحمن خنين، تعامل باحترافيه ومع رئيس النادي ابو عبد المحسن. طيب. والحمد لله يعني شبه انهينا الموضوع ان شاء الله. بعد 6 شهور كابتن، هل يعني انه من الحين ممكن تنتقل لاي نادي؟ يعني الرائد لن يجدد معك؟ طبعا الرائد عرض عليه كل صراحه، عرض طبعا عرض عليه لمده موسمين. طيب. ويسمح لي بالاعاره، ولكن رفضت انا، وكان ابو بندر متفهم الوضع. كان طلبي اني الان في تفكير اني اذهب وتواجد ان شاء الله بشكل اساسي. واللي بعده ان شاء الله كل حدث حديث، تفكيري كله منصب الان لخدمه نادي الفيصلي والتواجد ان شاء الله بشكل اساسي. يعني انت لماذا لم تفكر في الانتقال نهائيا؟ يعني توقع طالما انك الان حر كان ممكن تشتري باقي العقد تنتقل بشكل نهائي، ولا عندك يعني تفكير اخر؟ والله ما اخفيك يعني صراحه في اهداف راسمها ببالي، وفي اهداف طموحات، وان شاء الله راح اتحقق. الان كل تفكيري اني اتواجد في الفتره الشتويه ان شاء الله انتقل نادي الفيصلي. ومتى ما كان ظهور ان شاء الله والتوفيق بيد الله كان مميز ان شاء الله، راح ان شاء الله اتواجد. ممكن اجدد النادي الفيصلي اذا لقيت الراحه ان شاء الله. نعم. او ان شاء الله انتقل نادي كبير او اعود للرائد. وهذا الاحتراف يعني اليوم متأكد في الرائد بكره في الفيصلي وبعد سنه ما ادري وين ان شاء الله. نعم، عموما يعني كويس الفتره هذه ممكن تزود القيمه شوي. اكيد اكيد. يعني احنا محترفين. طيب. وما اخفيك صراحه اخ عادل، يعني الاهم لدي اني كان اتواجد داخل الملعب، لان صراحه في طموحات ان شاء الله الواحد اللاعب يطمح انه يصل منتخب يخدم وطنه، وهذا ان شاء الله ما يتحقق الا اذا كنت متواجد بشكل اساسي متى ما كنت تسجل اكثر مكان ما تواجدت. نعم. خدمت فريقك ان شاء الله، ربي يوفقك. وبصراحه اتشرف نادي الفيصلي نادي كبير وشرفني ارتداء قميصه. نعم. وباذن الله ساكون عند حسن ظن محبين ان شاء الله. الله يوفقك كابتن، اتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا كابتن موسى الشمري المنتقل بالاعاره الى نادي الفيصلي.